تحت خفيف شوية هني، ولكن مثل ما تشوف اللهب قاعدة تروح لفوق، تطق وتروح لفوق على طول في مكان الفتحة. لاحظ الآن حركت، عملت حركة ثانية، حطيت القاعدة فوق وطبعا الفتحة فتحة خفيفة، قفلنا منها جزء، خلينا الجزء. وبدأت الحرارة ترتفع بشكل سريع وممتاز. للأمانة هو فرن كهربائي تم تحويله إلى فرن غاز، أما فتحة الأكسجين فكنت حاطها تقريبا على النص. عند 843 و44 بدأت الحرارة توقف، وأنا ما زدته من شقلته إلى 840 درجة. الحين راح أطول عليه شوية. بعد زيادة الغاز حصل شوية في نقص الغاز، طبعاً العالجة بأن حطينا ماء حار داخل وزدت فتحة الأكسجين أكثر، بدأت الحرارة الارتفاع. بعد 1000 درجة غيرت دبة الغاز أو سلندر الغاز، وبدأت الحرارة تصعد بشكل أفضل. أما في هالمرحلة فبدأ الغاز يكون دفعة قوي، وكان اللهب من فوق الفرن يطلع بشكل مستمر. إذا قصرت الغاز قلت الحرارة، وإذا زدت الغاز اللهب يطلع بشكل أكبر لأن دفع الغاز مستمر، ولكن الحرارة تصعد بشكل بطيء جدا. طبعا بصعوبة شديدة قدرت أوصل ل 1063 1061 درجة، وبعدها ما كنت أقدر أصعد نهائيا. خروج الغاز بشكل سريع، أحس الفرن تشبع ومو قادر حتى يصعد درجة واحدة، لذلك توقفت واكتفيت بهذه الدرجة. الصبح طبعا فتحت الفرن وكنت يعني مترقب النتائج. الألوان أو الغليزات اللي كنت حاطها المفروض تحرق على 1200 درجة، ولكن هذه هي كانت النتيجة. طبعا النتيجة مختلفة عن نتيجة الفرن الكهربائي، سواء كان لون، حتى لاحظت ان الطينة تغير لونها، يعني الطينة من تحتها مثل ما راح تشوفون الحين بالصور لونها ايضا تغير،
أنا ما وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة اللي تعادل حرارة الفرن الكهربائي، لكن مثل ما تشوفون الطينة في لون درجتها اللون معقول، لكنه مو اللي كان في بالي. والحقيقة لم أستطيع الوصول إلى 1200 درجة.